وقفتني آية في صلاة الفجر قول الله عز وجل: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يا الله، سبع سماوات طباق فوق الإنسان، وما كان الله عز وجل يغيب عنه شيء ويغفل عن عباده. والله ما يصير شيء في هذه الدنيا إلا والله عز وجل يعلمه ويسمعه ومطلع عليه ومحيط به وقادر عليه، وما الله بغافل عما تعملون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، مستقرها مكان استقرارها، الحياة والمنشأ اللي بتعيش وتستقر فيه يعلمه، ومستودعها حتى الممات والمكان اللي بتطيح فيه وبتموت فيه، قبرك الآن الله عز وجل يعلم قبرك وينه، كل في كتاب مبين. فدعها سماوية وتركها عند ملك الملوك يدبرها. إن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك.